مبروك 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 لكل عشاق المنتخب الأسباني التتويج باليورو، ومبروك لولدنا ذو الأصول المغربية لامين يامال. رغم إن لامين يامال اختار منتخب أسبانيا لكن يبقى مغربي. الله 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 الله، أسبانيا تقتل إنجلترا بهدف قاتل في نهائي اليورو، مشهد أسطوري. جماهير المنتخب الأسباني تحتفل بالعلم المغربي والتيشيرتات المغربية بعد انتهاء المباراة مباشرة والتتويج باليورو. حلقة تاريخية، لايكاتك واشتراكاتك وفعل زر الجرس حتى يصلك كل جديدنا خلال الفترة المقبلة. جماهير المنتخب الأسباني زلزلت ملعب المباراة بعد صافرة انتهاء المباراة مباشرة واحتفلت بالعلم الأسباني، ومن بعض الجماهير من كان يرتدي تيشيرت المنتخب المغربي. أيضا لامين يامال احتفل بالعلم المغربي لأنه يعتز بمغربيته، قالها مرارا وتكرارا: ابن المغرب الأصيل. في نهاية الأمر أيضا مدرب المنتخب الأسباني كان له تصريحات بعد المباراة وشكر المغرب لأن لامين يامال بلد الأصلية المغرب. لكم الفضل يا مغرب في معشوقنا ونجمنا الأول لامين يامال، هكذا ما قاله مدرب المنتخب الأسباني لفونتيه. منتخب إنجلترا لا يسعني القول إلا قول: منتخب منحوس يصعد للنهائيات، ولكن النحس الموجود وهاري كين ارحل يا كين، واترك الانجليز يفوزون بالبطولات.